الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء على الهواء مباشرة. ستات كتير على مدار شغلنا في برامج الهواء المباشرة دايما تتصل وتسأل سؤال محدد: أنا حملت بالغلط وعندي أولاد كذا وكذا وكذا وعايزة فتوى أني أجهض هذا الجنين، ليه يا ستي عايزة تجهدي هذا الجنين ليه؟ لا أصل مش عاملة حسابي، لا أصل مش معانا فلوس مثلا، أنا تعبانة مثلا أو مرهقة أو عندي شغل وما أقدرش مثلا أسيب شغلي أو ولادي كتير أو عندي ابن مريض أو صحتي تعبانة. تعددت الأسباب، أسباب كتيرة جدا الستات بسببها بتطلب ان هي تنزل الجنين اللي في بطنها. طيب ده اسمه اجهاض، والاجهاض ده ايه حكمه في الاسلام وهل بيختلف طبعا من سيده لاخرى، وايه الحاله اللي ممكن نقول ايوه او فضيله الشيخ يفتي لها بانها ممكن تنزل الجنين، وايه الحاله اللي يمكن يفتي بيها؟ ده موضوعنا النهارده مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر من ائمه وزاره الاوقاف. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ حياك الله وبياك ويجعل الجنه مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام. قولي امين. امين يا رب العالمين. الحلق خلق الانسان من علق، وفتق الاسماع وشق الحدق، واحصى بفضله وبفيض علمه عدد ما في الشجر من ورق، تعرف الى خلقه بالبراهين والحقائق، وخلق الانسان من ماء دافق، احمده ما نطق ناطق وسكت ساكت. والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القرشي العربي الذي ما ضل وما مل وما كل وما غل، فهو عادل فاضل لأن الله هاديه وجبريل يكلمه ويناديه. ورضي الله تعالى عن الآل والصحب الكرام وعن ذريته التي اصطفاها الرحمن بإمعان، واشملنا معهم بالرضا والرضوان، واجعلنا ممن أحبهم ملء الوجدان، واحشرنا في زمرة جدهم العدناني. وبعد، خليني بس في عجالة وأسس لأمور في هذه الحلقة الشائكة. تفضل. أول شيء، نحن نعاني في حياتنا من طريق نريد أن نستصلحه، وهو الفصل بين رأي الدين ورأي الطب. ده مهم جدا. يعني في طريق في النص بين الدين والطب، الاتنين ماشيين في مسار واحد، والاتنين بيقع الخلط من هذا المنطلق، وهذا عبث كبير جدا. أدي أول أمر. الأمر الثاني، في كلمة من حضرتك قلتيها في المقدمة حملت بالغلط، أنا هاخد كلمة الغلط دي على معنيين. المعنى الأول اللي هو حملت من سفاح أو من حرام، ده اللي أنا هاخده المعنى الأولاني وهقول أنا عارف أنت ما تقصدوش. أنا بس أنا عايز أقول للناس معلومة لازم الكل يحطها في دماغه. الست اللي زني بها او حضرتك ان زنيت بواحده، مش معنى ان حضرتك اتجوزتها ان انت صلحت غلطتك. لا، كلاكما ما زال عند الله زانية سيحاسب على جريمة الزنا وعلى هتك عرض المجتمع وعلى اهدار قيمة المجتمع وعلى اهدار حد من حدود الله. لو تابوا، لا ماليش دعوه بالتوبه. انا بقول دلوقتي الزواج ما ينفيش جريمة الزنا. خلي بالك، التوبة ما هو ممكن توبة مش هيتجوزها، يبقى كلاهما تاب إلى الله توبة نصوحة، ومن ستره الله في الدنيا الله سبحانه وتعالى ربما يستره في الآخرة وربما يتوب عليه. والقرآن الكريم لم يغلق الباب أمام التائبين. لا، ما أنا بقول برضك، أنا بفصل بين أمرين، التوبة على جنب، لكن الزواج عشان بس الناس كتير قوي غلط وهيصلح غلطته بالجواز. لا، هو ما صلحش غلطته. لا خلاص، دي نقطة. النقطة التانية برضك، حملت من زنا والولد هينسب إليه، خلاص الحمد لله ست دعاء اعترف بالواد، هذا الولد ينسب إليه قضاء لا ديانة. يعني الولد ده عندنا في الإسلام طول عمره إلى مماته اسمه ابن الزنا. خلي بالك، مش معنى ان ابوه اعترف بيه ان هو رفعت عنه وسمه العار. اعترف بيه وما اتجوزهاش، حتى اعترف بيه اتجوزها ما اتجوزهاش، كلاهما هو موسوم بابن الزنا.
انا بقول الكلام ده، ما انا بقول لك الكلام ده علشان كل واحده لما تفكر وكل واحد يفكر في ذلك العار الذي يجلبه لنفسه ويجلبه لذريته ويجلبه لاهله ويجلبه لقومه يفكر 100 مره قبل الاقدام على هذه الجريمه النكراء التي افرض الله لها حدا من الحدود خاصا وفرق بين المتزوج وغير المتزوج. طيب نيجي بقى لابن الزنا ده، يقول لك ينفع اجهضه، العلماء اختلفوا فيه، لكن قبل ما اقول لك بقى الاختلاف فيه خلينا نقول ان الاصل في حكم الاجهاض انه حرام باجماع الفقهاء. خلاص يبقى الحكم العام للاجهاض انه ايه؟ حرام، حرام، مفيش فيه كلام تاني، خلاص ماشي. طيب نروح بقى للفروع، احنا قلنا ده الاصل، طب الفروع بقى ايه حكم الفروع دي؟ نيجي ابن الزنا اختلف فيه الفقهاء فقالوا يجوز اجهاضه بشرط الا يتعدى 120 يوم، ما تعديش على الحمل فترة 120 يوم. طيب تعال نروح خلاص بقى كلم خلصنا كلمة الغلط او بالحرام. طيب ناخد بقى التاني، إيه؟ الغلط التاني اللي هي غصب عني من غير ما اخد الغلط التاني ده عندي ليه 3 صور. اول صورة ان الطبيب الثقة المؤتمن الخبرة يجي يقول لي يا مولانا هذا الجنين يورثه خطرا مؤكدا على حياة الأم، في الحالة دي انت بتديله فتوى الإجهاض بعد ما بتستشير طبيب واثنين وثلاثة يجمعوا على رأي واحد فبنقول له اجهض. فالمسؤولية هنا مسؤولية طبيب وليست مسؤولية عالم، عشان الناس تيجي تقول لك ايه اخبط في رقبة عالم واخرج منها سالم، لا ده كلام غلط، لأن كل واحد فينا عارف الحلال فين وعارف الحرام فين. غاية الأمر إن الطبيب الثقة الخبرة المؤتمن العالم بيستنير برأيه، مش هو اللي بيستنير برأي العالم، لأن هو العالم ما يعرفش وما يدركش وما شافش السونار وما شافش ثلاثية الأبعاد ولا رباعية الأبعاد ولا اطلع على التحاليل. صليتي على النبي الحبيب. احنا كده بس هنقف عند الحتة بتاعت إنه الست يبقى الخطر عليها هي، يبقى خطر على حياتها هي. طيب طب لازم نروح للحته بتاعت البيبي بقى. طبعا بس اخد ام محمود. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. سعيد والله ان حضرتك معايا. اتفضلي يا ام محمود. معلش انا عندي سؤالين. الاول سؤال والثاني رجع. الاولاني انا عندي لو ميت في فرصه الغسل. ايه مش سامعه. وفرصه ان هو يعني ربنا يتقبل وان شاء الله يا رب ويجعله من نسوة الجنة. انا الصوت عندي ورجاء يا ريت كل يوم حلقه الشيخ محمد ابو بكر، لان احنا الصراحه عندنا في الصعيد بنعشق. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويديك العمر الصح. يديك الصحه يا رب. شكرا. اسلمي. طيب ايه السؤال؟ ليها سؤالين. السؤال الاول هو سؤال طريقة الغسل. هي عايزة طريقة الغسل. ماشي. وغالبا للميت. ماشي كده. الطريق الرجاء الثاني هي بتقول يا ريت كل يوم حلقه الشيخ محمد ابو بكر. حاضر. لان في الصعيد بيعشقوني وانا اعشق الصعيد عنصريه وحبا وعشقا وقلبا وقالبا. يعني واذا تحدث الصعيد كله يسكت. ماشي. صليتي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أفضل. ايوه بقى وسلم. يعني بس مدد يا سيدي احمد البدوي برضك يعني. نرجع تاني. طريقة الغسل عليه. طريقة الغسل أختنا أم محمود، طريقة الغسل بتاعة الميت هي غسل الجنابة للراجل العادي. غاية الأمر إحنا بنزيد عليه حاجة اسمها نحنحة الميت. يعني ايه نحنحة الميت؟ يعني بنعصر بطنه كده برفق ولين، بنجمع ايد الميت على بطنه كده وندوس على بطن الميت، وحد طبعا بيكون لابس جوانتي، والكلام ده من غير كورونا. احنا كده عموما انا كنت اعلم الناس اللي معايا وانت داخل على الميت لازم تبقى لابس كمامة، لابس جوانتيات، الافضل يبقى لك بدلة مخصوصة او ثياب مخصوصة لتغسيل الميت، وبعد كده تغير الثياب ده عشان خوفا من اي عدوى من اي عدوى طبعا.
من اي من عدوى قبل الكورونا من قبل الكورونا ومن قبل اي شيء. كنتوا كمامات؟ طبعا طبعا الله. الكمامه والجوانتي ويعني وكنا نبقى حريصين جدا 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 وبعد ما نخلص يعني كنت نجيب الخمس خمسات دي كنا يعني كانت شغاله علينا احنا كنا نفضيها على نفسينا وعلى ايدينا وعلى وشنا. وبعض الناس مره يقول لك يا شيخ وهل يمنع حذر من قدر؟ يعني هو ربنا لو اراد بك شيء هتفرق؟ اقول له كما قال عمر رضي الله عنه افر من قدر الله إلى قدر الله. كلاهما قدر الله، الصحة قدر الله والمرض قدر الله، والله أمرني في القرآن أن آخذها بالأسباب. فبنحط القطن تحتيه أعزكم الله ونبدأ ندوس على البطن مرة واثنين وثلاثة وأربعة لحد ما يفرغ ما في بطنه من أشياء لا تليق بالميت. وبعد كده بنغسل الميت، بنغسله غسل الجنابة، وبعد كده أنا كمحمد بحميه معايا بالليفة والصابونة. وأنا لي عادة هي ليست عادة لكنها سنة يجب أن نتعلمها، نسأل الميت بيحب مية إزاي، سخنة ولا ساعة؟ الميت بيحب الصابونة إيه؟ زي محمد ما بيحبش الشاور بيحب الصابونة اللوكس تجيبوا له الصابونة اللوكس، بيحب الليفة خشنة زي حالتي تجيبوا له الليفة الخشنة، ما تجيبلوش ما تروحش تجيب له ليفة حمراء، ليفة حمراء ليه؟ وصابونة صليت ليه؟ ليه يعني؟ أنا عايز أعرف ليه؟ يعني انا مش عارف ليه. يقول لك اصل هو رايح للاخر. لا يا حبيبي، ده انت استشعر انه لو ذاهب للقاء وزير او مسؤول سيرتدي افخم الثياب وسيتعطر باجمل العطور، فما بالك وهو ذاهب لملاقاه رب العالمين. هو حقيقي بتغسل لغايه دلوقتي؟ لا دلوقتي امتنعت الحمد لله، تبت الى الله. ليه؟ لا 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 الحمد لله، شعري كله بيض وعقلي بدا ينسى، بطلت انزل المقابر وبطلت اغسل الحمد لله رب العالمين، الا في الضروره القصوى الحمد لله بقى لي سنتين ما فيش ضروره قصوى يعني فضلا من الله ونعم. صليتي على الحبيب. نرجع لسؤالنا ست الكل. الجنين بقى لو الجنين فيه حاجه كويس بس ينزل ويتعالج من الحاجه دي. احنا بقى امام صورتين دلوقتي. ينزل ويتعالج ويبقى سليما معافا طبيعيا يعيش حياته بسعادة ولا بتعاسة؟ ما خلي بالك، ما هو ينزل ويتعالج يقول لك ينزل ويتعالج ما هو بس هيبقى عنده ضمور. هيبقى عنده شلل. هيبقى عنده اقول له لا يعني انت لا. تفتي هيبقى عنده ميه في المخ باجهاض هذا تفتي باجهاض الاجنة دي؟ ايوه اذا قال الطبيب الثقة المؤتمن الخبير العالم اكثر من طبيب أن حياة هذا الولد لن تكون طبيعية وسيعيش يعاني وسيعيش يقاسي، أنا أنظر بمنظور الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أنا ببص النهاردة الولد ده هينزل يبقى مشقة لكثير طبعاً. من هم وراءه. لا مشقة حمل وكده بس طبعا محدش الغير كده غير كده ده لو مش مشقة كيف حال هذا الولد وما نراه في الشوارع لو الأم ماتت وهي اللي بترعى؟ ولا أخفيك سرا أن كثيرا من الآباء ينفر بل ويترك الزوجة بل وقد يطلقها بل وقد يترك البيت بأكمله ويتزوج ويقيم حياة أخرى بسبب الولد ده. أنا كان لي صديق في الجامعة لم يكن يعني لم يكن مريضا مرضا بال يعني بالصورة، كان كفيف البصر. ومنذ ولادته وأبوه هجر الأم بالكلية وظلت هي معه. طبعا في نماذج كبيرة ومحترمة من أنا بوصلك إيه؟ أنا بوصلك نقطة، فما بالك إذا الطبيب قال إن الولد ده هينزل أعزكم الله لا يعرف يتبول ولا يعرف يتبرس وهيبقى عنده مشاكل وهيبقى عنده ومش هيعرف يتحرك ومش هيعرف ومش هيعرف بس هل ده ولا يقول لك لا ده قتل نفس؟ وبعدين في بعض الحالات دي ما بتبانش غير بعد ال 120 يوم ما هو اللي هو الفور دي والثري دي. خلي بالك ما هو كل الاحكام، خلي بالك الراجل اللي قال لي خطر على الام ده لو بعد ال 120 يوم هقول له نزله. اللي قال لي خطر على الام دي طبعاً يورث موتا للأم حقيقيا ثابتا لا غضاضة فيه ولا شك فيه هقول له نزله لو بعد ال 120 يوم. احنا بنتكلم ال 120 يوم، خلي بالك ال 120 يوم دول اسمهم الفري. يعني ايه الفري؟ اللي حملت بالغلط ماليش مزاج ليه؟ خلاص تنزل؟
في ناس بتقول قولا اسمعني واحدا. اسمعني بس اسمعني. لا، دار الافتاء المصريه اباحت انه ما لم يبلغ الولد ال 120 يوم، دار الافتاء المصريه اباحت بانه يجوز اجهاضه، وقالت كده. بدون كده سبب دلع كده تجهضه؟ نعم، لكن الاجهاض في الاربعين الاولى اخف من الاربعين الثانيه، والاجهاض في الاربعين الثانيه اخف من الاربعين الثالثه. طب هو عامه يعني الرؤية دي هل هي رؤية صحيحة ولا رؤية خاطئة؟ أنهي رؤية؟ إنه أنا عندي عيال كتير ومش قادرة فأجهضه، إنه أنا نفسيتي تعبانة ومش قادرة أربي عيال صغيرة فأجهضه، هل دي رؤية صحيحة؟ طيب، إحنا نقف هنا وقفة. هو حينما نظر لم ينظر بعين المستقبل كيفما كان يعيش في الماضي. يعني الست مثلاً إذا أنجبت، وقلت وأنا أعاني من هذا في بعض الناس، أقول له خلي مراتك تروح تاخد وسيلة، يا مولانا التنظيم حرام. وبعدين والله أنا بكلمك عن يعني عن مقربة، وبعدين جاي يستفتيني في الإجهاض ليه؟ قال لي أصل ما أنت عارف إن أنا راجل على قدي ورزقي يوم بيوم ومش عارف إيه وأنا عندي. قلت له طب ما أنا قلت لي التنظيم حرام، قلت لك التنظيم ليس حرام والتنظيم مباح، أنت النهاردة جاي تستفتيني في الإجهاض. قلت له الإجهاض حرام ولا أجيزك فيه أبدا. خلي بالك، هو راح دار الإفتاء المصرية وجي قال لي لا، دار الإفتاء أجازت لي أدام ما عداش 120 يوم. قلت له هم يجوزوا لك وأنا أعرف الفتوى، ولكن أردت أن أعلمه بأنه يستبق الحدث قبل أن يأتي في المصيبة ثم بعد ذلك محرم، عشان بس نقول الكلام ده كله يرتكب محرم. والله وأنا إمام لستنا السيدة زينب دخلت علي امرأة لا أنساها أبدا، أقسمت لي بالله إن البنت حملت من سفاح، وبعدين دخلت هي معاها، تقريبا البنت ولدت على 7 شهور إلا حاجة بسيطة، فطبعا ده يبان إن هو طبيعي، ولكن يا شيخ الموضوع هيتفضح وأنا هتطلق وخالتها هتطلق وستها هتطلق وعمتها هتطلق وهتبقى فضيحة في البيت. فأقسمت بالله وجاءت تسألني بعدما طعن بها السن، يعني كبرت في السن قوي، فجاءت تسألني أو أنا كنت معاها في الولادة، فلما نزلوا الاتنين الأجنة أجهضت عليهم موتهم. أقسمت بالله أمامي وهي امرأة طاعنة في السن. وبعدين أو ماتوا الاتنين ودفنوا سترا لكل هؤلاء. هي ظنت بعقلها أن هي بتستر العيلة كلها، وبعدين لما قالوا لها ولدت قالت لهم لما كانش ولادة ده كان مش عارف ايه، وفبركوا الموضوع والدنيا عاشت والدنيا استمرت والدنيا حيت وإلى آخره. وبعدين بتقول انا سمعت عن قتل النفس فجاي يسأل. يا لهوي، دول نفسين طبعا. انت ما تقدريش، الشيخ ما يقدرش يقول يا لهوي، انما الشيخ لابد ان يبتسم وان يفتح باب الامل. قلت توبي الى الله توبة نصوحة، والله سبحانه وتعالى انت ستقفين امامه، إن شاء عذبك وإن شاء عفى عنك، ولكن أخذا بالأحرص أخرجي عن كل طفل من الأطفال إذا كنت تستطيعين صيام شهرين متتابعين على اعتبار أن هي كفارة قتل خطأ لا بأس، لكن إذا لم تكوني تستطيعين فعليك ماذا تفعلين؟ قالت لي، قلت لها طبعا خرجي الكفارة عن صيام الشهرين لكل واحد منهم، عسى الله أن يعفو عنك ويغفر لك. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع فضيلة الشيخ. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، ولسه حوارنا مستمر حوالين فكرة إنه حد يجهض الجنين لسبب ما. وحضرتك قلت رأي خطير جدا أنا نادرا ما بسمعه، فكرة إنه لا، لو الولد هينزل تعبان، مش أي تعب، ما هو تعبان دي يعني في ضمور وفي أي تعب. لا، ما هو طبعا مش أي تعب، احنا بنقول إيه المرض الذي يكون، إنما مثلا في حاجة زي الداون سيندروم، حاجة زي دول بيبقوا ملائكة ربنا في الأرض. المرض الذي يكون عبئا على شخصه قبل أهله. المرض الذي يكون عبئا على نفسه أو شخصه قبل أهله. بل
وبعض الأطباء في بعض الأحيان يجزموا بأن الوفاة آتية لا محالة. طالت قصرت هيموت لمند معين أو سن معين وهيموت بعده. فالنهاردة إحنا بنقول إيه؟ إذا لجأ الناس، خدي بالك إحنا ما بنوزعش الفتاوى على الناس. وعشان كده لما جيت أتكلم في الأمور دي وقلت لك الحلقة شائقة، قلت لك إيه في البداية؟ الأصل في الإجهاض الحرمة. لأن الحفاظ على النفس البشرية أحد الضروريات الخمس اللي جت بها كل الشرائع السماوية، اليهودية، النصرانية، الإسلام. في حاجة اسمها المشتركات السماوية بين الشرائع، أو المشتركات الإنسانية بين الشرائع السماوية، كلها جت تحافظ على الخمسة دول. جت تحافظ على النفس والعرض والمال معايا كده. الخمس أشياء دولت لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يفرط في واحدة. بل إن الإسلام جعل حياة فرد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب هل في كفارة للإجهاض؟ كفارة؟ طبعا طبعا. الإسلام الكريم جعل إن اللي يجهض بعد 120 يوم، خدوا بالكم بس، إن كان عامدا متعمدا قد يدخل في القتل العمد، وإن كان عن جهل أو سوء قصد فالإسلام أوجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين أو يخرج ما يعوض صيام الشهرين المتتابعين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى على أنه قتل خطأ، يستغفر ويتوب بعده توبة نصوحة. طب اللي أجهضت ومش حمل أن يطلع شيء ولا تتوب إلى الله توبة نصوحة. لكن أرجع وأقول الإجهاض قتل نفس. الإجهاض حرام. الإجهاض لا تبيحه دولة، ولا يبيحه مجتمع، ولا تبيحه ديانة، ولا تبيحه شريعة. إنما اللي احنا قلنا ده كله اسمها الفتاوى الخاصة. يعني ايه؟ يعني الضرورات. واحنا عندنا قاعدة بتقول الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. خلي بالكم، وفي فتاوى قبل كده بمناسبة، انت ماسكة علينا زنلة ولا حاجة؟ طبعا. بجد؟ شيكات. لا بجد بسألك يعني. ممضية كل الشيوخ شيكات؟ ما مبصماهم؟ لا انا ممضيش شيكات، انا ممضيش شيكات يعني. طيب صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الناس لما بتشوف الشد والجذب اللي بيننا. انا اتحدث عن حكم عام. فكنت بسألك في الفصل انت صحفية؟ ليه؟ قلت لي لا انا كاتبة مقالات. لأن الصحفي هو اللي عايز يخش في دهاليز الأمور. فدايما إحنا كده عارفين إن المذيع لا يريد بنا خيرا طبعا، خالص أبدا طبعا. ما يحبناش الخير أبدا. بيفتش، عايز يبحث. طب إيه المذيع؟ المذيع بيكرهني؟ لا ما بيكرهنيش. بيني وبينه غضاضة أو منافسة؟ لا. إنما هو يريد أن يتحدث عن الخاص في ثياب العام، ومهمة الشيخ إن هو ياخد الحلقة تاني للثياب العمومية. تمام. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الكلام ده للناس ليه؟ لأني طبعا أنا بأشفق عليك من بعض الانتقادات ومن بعض الأمور. لا، كثير من الأسئلة التي تسألينها ربما تكون لسان حال الناس. خدي بالك. ومرة في الأسماء الحسنى قلت لي أنا أسألك سؤال ساذج وعبيط. قلت لك أنت اللي بتقولي مش أنا. وسألت سؤال ساذج كده قوي، فأنا بعد ما خرجت يعني حد هيفكر بالتفكير ده معايا؟ فلقيت أكتر من حد بعد كده بيعيد السؤال بس بصيغة تانية. طيب، فإحنا لما بنتكلم لا سيما في الأحكام الفقهية بنتكلم في الحكم الإيه؟ العام. ماليش دعوه بالحكم الخاص. اذا في حكم عام صح بيطلع. في احكام خاصه بكل شخص على حده خالص. خلي بالك. ليه انا بقول الكلام ده؟ ليه؟ دفاعا عن علمائنا قبل مذيعينا. ليه؟ انا واحد من الناس قابلني وقال لي فلان الفلاني ما عندوش دين وما عندوش ضمير. قلت له ليه؟ قال لي رحت له بمراتي وانا رامي عليها يمين الطلاق وارجع عليه مراتي، وده اليمين الثالث. وده اليمين ايه؟ الثالث. قلت له طيب
انت حضرتك كنت بحلق ساعتها، قلت له حضرتك يعني افتيت ان الراجل اللي عنده دين ولا عنده ضمير؟ هسألك سؤال ببساطة ويعني بأريحية. قال لي نعم. قلت له انتوا لما روحتوا جبتوا فاكهة وانتوا مروحين؟ فقال لي والله كده. قال لي جبنا فراخ مشوية وجبنا مانجا وروحنا. قلت له تمام. هو كل؟ قال لي لا. قلت له هو يعني لما انتوا روحتوا ويعني نمتوا في حضن بعض هو انبسط؟ قال لي لا. قلت له هو ترتب له فضيلة؟ قال لي لا. قلت له لو كان حرام عليك ترتب عليه ضرر؟ قال لي لا. قلت له امال ايه القضية؟ قال لي ايه؟ قلت له القضية ان انت تعودت ان تسيء للناس، والقضية تعودت ان تسيء الادب مع الناس، وانت ما تفهمش ان في كلام. خدوا بالكم الشيخ مننا ربما في قضية من القضايا يكون دارسها وعارفها حافظها ودارسها ويجي بقى رأيه بأحكامها وبأحوالها تمام ويجي ظرف مختلف خالص عن اللي ولا لا 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 إيه؟ ده يجي دكتور جديد من أساتذتنا في جامعة الأزهر أو قديم يكتب كتاب جديد فيقول يا جماعة خلي بالكم اليومين دول ظهرت حاجة معينة تغير هذه الفتوى من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. فيجي الشيخ لما يقرأ الكتاب ده يتبين إن كان في رأي عنده إن هو إيه؟ ضايع، بعيد، ما كانش واصل له، ما كانش فاهمه. واصلة لك؟ وصلت. فعشان كده بقول للناس كلها لا تحكم على حد ولا على شيخ ولا على، ما تقولش بقى فلان اصلا بحبحها وفلان مشددها وفلان معصره وفلان ده بتاع ربنا. لا، كل علماء الدين بتوع ربنا سبحانه وتعالى ينقلون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غايه الامر ان الله جعل بعضهم فوق بعض درجات. ساره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه كان عندي سؤال عايزه استفسر من الشيخ. اتفضلي يا ساره. انا كنت حامل في الشهر الخامس وحصل مشاكل كده في الحمل، وال يعني الرحم فتح ولقيت البيبي كان نازل في الحوض. فمهم الدكتور قالت لي ان هو يعني سالتني انت عندك اطفال ولا لا، فقلت لها لا الحمد لله يعني عندي اطفال، فخلاص يبقى البيبي ده ينزل، لان انا كان عامل لي مضاعفات يعني كنت سخنه وكده. فقالت لي يبقى ننزل البيبي لان هو كده كده الحمل ده يعني بنسبه 90% مش هيكمل. فاضطريت ان انا انزله يعني. ده كان راي دكتوره قالت لك كده؟ وانت كنت ساعتها سخنه وتعبانه؟ كنت سخنه يعني وتعبانه. كان عنده قد ايه وكنت حامل في قد ايه؟ خمس شهور. طيب انت ما خدتيش راي غير راي الدكتوره دي بس؟ لسه لا، هي انا ساعتها كنت متابعه مع دكتوره وكان في نزيف، فهي قالت لي لازم تنقلي دم وكده، والدكتوره اللي كانت في المستشفى بقى اللي كنت بنقل فيها الدم هي اللي قالت لي كده يعني الوضع خطر ومش هينفع. ما رجعتيش يعني للدكتوره؟ ده راي دكتوره واحده. ما رجعتيش للدكتوره الاصل اللي انت متابعه معاها؟ لا، هي لما لقيتني بنزف سابتني بقى، قالت لي مع نفسك يعني ما كملتش. طيب انت بتسالي حكم ده ايه؟ انا كنت عايزه اعرف هل انا كده عليا وزر، هل ده يعني انا مفروض في كفاره او حاجه كده، لان هو طبعا هو ايوه انت كان في ايدك الاختيار يا ساره انت كان في ايدك الاختيار يعني وروحتي، ولا كنت بتنزفي وكنت في المستشفى وسخنه فقالوا لك لازم نجهض دلوقتي؟ لا، هو انا كنت في المستشفى كنت بنقل دم وكانت حرارتي عاليه، فقالت لي الدكتوره ان ده كده في خطر عليا، لان هو كده في يعني عملت شويه تحاليل وقالت لي كده في ميكروب في الجسم. تمام. وان هو يعني حتى لو اخذنا دلوقتي مضادات حيويه فهو كده كده اوريدي الرحم مفتوح. طيب خلاص تمام. عمره ما هيكمل، كل ما البيبي هيكبر كل ما يعني الموضوع. ايوه احنا بنسال احنا التفاصيل يعني بنسال انه انت ساعتها كنتي في المستشفى وتعبانه فاجهضتي في ساعتها، ولا روحتي فكرتي ورجعتي اجهضتي؟ لا لا لا، كنت في المستشفى ساعتها. شكرا ليك يا ساره. ساعتها نقلت لي الدم وراحت. شكرا يا ساره. فضلت الشيخ ترد عليها. ساره لا شيء عليها، وانما لو كان هناك اسم فالاسم على الطبيب الذي افتى، وإنما كان على سارة أو على زوج سارة أو على أم سارة أن تأخذ الاحتياط باستشارة طبيب آخر من أجل أن تستوثق الخبر وألا تتجرأ على القتل، وفي كل الأحيان لا يلزمها شيء. غفر الله لنا ولها ولجميع المسلمين. نورتني يا شيخ محمد.
أنا الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدنان. آمين. شكرا جزيلا. فاصل ونعود.